تقليد عمله الكابتن محمود ان هو يعمل اجتماع مع كل الانشطه الرياضيه مش كره القدم بس. فبالنسبه لكره القدم احنا اجتمعنا بكل المسؤولين عن قطاع الناشئين, يعني كابتن فتحي مبروك وكل المساعدين بتوعه وكل العاملين في القطاع, يعني سواء اداريين او فنيين او جهاز طبي الى اخره. يعني الغرض منها هو برضو توصيل رساله معينه احنا تعودنا عليها طول عمرنا في النادي الاهلي, بتمثل مسؤوليه بالنسبه لنا وشكل المسؤوليه ونوع المسؤوليه اللي هي ازاي نحافظ على هذا الكيان, ازاي نحافظ على المعدلات بتاعه البطوله بتاعته, على معدلات الابطال اللي بيطلعوا منه في كره القدم, على الاصول اللي احنا بنرتكز عليها في عمليه اداء هذه الرساله. فهو نوع من انواع التاكيد على كل هذه المعاني, ويعني الحمد لله قدرنا ان احنا قدر المستطاع نوصل هذا, ونتمنى ان شاء الله ان هي يعني تبقى فيها استمرار لقيمه قطاع الناشئين اللي هو بيمثل النهارده ليس فقط للنادي الاهلي ولكن ايضا يعني بشكل عام لمصر كلها. البطوله مطلوبه, بس اللي اهم من البطوله بالنسبه لقطاع الناشئين ازاي يتعلم يكسب البطوله, علشان هو الهدف الاكبر ان احنا ازاي تطلع لعيب كوره يصلح ان هو يمثل فريق النادي الاهلي بكل طموحاته ويمثل كمان منتخب بلده بكل طموحاته. فده الاساس, وعشان كده انا يمكن ما اتكلمت في بدايه حديثي قلت رساله يعني بتحمل قيم معينه, قيم ازاي تحقق طموح, ازاي انك انت تحققها بالاخلاص بالانتماء بالحب, بانك انت ازاي تضحي, انك تتحمل امور كثيره جدا كلها بتحمل قيم. فاحنا عايزين نوصل للولد الصغير كل هذا عن طريق كل مسؤول موجود, ابتداء من العامل بتاع غرفه الملابس ومرورا بكل المسؤولين وانتهاء حتى برئيس النادي. فدي احنا عملناها لان برضو يعني احنا بنحاول ان يبقى في تواصل وتواصل صحي, بمعنى ان كل انك انت بتدي الصلاحيه بتاعه الاداء لكل مسؤول مهما صغر او كبر المسؤوليه بتاعته ان هو يبقى عنده الحريه اللي يطلقها, ولكن في اطار المسؤوليه اللي هي بتمثل رساله. يعني